صباح الخير مشاهدينا الكرام وفقرة جديدة من فقراتنا الطبية وياكم دكتورة سعاد. اليوم راح نتكلم عن الأطفال الخدج، من هم الأطفال الخدج؟ وأيضا راح نتعرف على أسباب ولادة الطفل الأطفال الخدج، وأيضا راح نتعرف على العناية الطبية اللي ممكن نقدم لهم إياها، العناية المركزة للأطفال الخدج، وأيضا راح نتعرف على أنواع الأطفال الخدج. الأطفال الخدج هم الأطفال اللي يولدون قبل الأسبوع 36 من الحمل، على الأقل بثلاث أسابيع قبل أقل شيء حتى يعتبر الأطفال أطفال خدج. هذول الأطفال راح يحتاجون عناية خاصة، ممكن أنه إحنا نوصلهم للبيت ويا أهلهم، بس يفضل بعض الأطفال منهم يعانون من مشاكل صحية بالإضافة إلى حاجتهم للعناية خاصة بالعناية الخاصة للأطفال الخدج. أيضا بالمنزل لازم لهم تكون عناية خاصة. بغض النظر عن الأطفال الخدج، أكو أطفال يولدون أيضا بأمراض معينة لا سمح الله، أيضا راح يحتاجون إلى العناية الخاصة والمركزة لهم. الأطفال الخدج عندنا أربعة أنواع. أول نوع هو الطفل الخدج المتأخر. الخدج المتأخر هذا الطفل راح يولد بين الأسبوع 34 و36 من الحمل. أما النوع الثاني اللي هو الخدج المعتدل راح يولد بين الفترة ما بين الأسبوع 32 و34 من الحمل. بالنسبة للنوع الثالث من الأطفال الخدج اللي هو الخدج المبكر، راح يولد الطفل قبل الأسبوع 32 من الحمل. والنوع الأخير أعزائي المشاهدين اللي هو الخدج المبكر جدا، هذا الطفل راح يولد قبل الأسبوع 25 من الحمل، وهذا هو أخطر أنواع من أنواع الأطفال الخدج. شنو هي أسباب الأطفال الخدج؟ أول سبب هو قصور عنق الرحم، راح يصير تمدد بعنق الرحم بوقت مبكر، أو ممكن تكون عيوب خلقية بالرحم، وممكن من الأسباب السبب الثالث اللي هو يكون أكو سوء تغذية عند الأم قبل الحمل أو أثناء فترة الحمل. وأيضا إذا كان عندها ولادات سابقة مبكرة راح تكون أكثر عرضة بالحمل الجديد أنه تولد أطفال خدج. وأيضا من الأسباب الأخرى لولادة الأطفال الخدج أنه الوضع الاقتصادي والمادي للعائلة. وأيضا إذا كانت العمر الأم الحامل، إذا كانت كبيرة بالعمر جدا فوق 35 عام، أو تكون بعدها تحت 18 سنة بسن المراهقة. وأكو أيضا هواي أسباب أخرى منها فقر الدم وسوء التغذية للأم الحامل. رح نتعرف وياكم أيضا على كيفية العناية ومن هم الأطفال اللي رح يحتاجون للعناية المركزة. بالنسبة للأم الحامل لازم خلال فترة الحمل تراجع الطبيب بصورة دورية، وكل شهر تشيك وتفحص صحتها العامة وأيضا صحة طفلها حتى تتأكد أنه ماكو سوء تغذية أو ماكو عيوب خلقية بالنسبة للطفل، سواء كانت أو إذا هي تعرف أنه هي عندها مشاكل بالرحم، أو إذا لا سمح الله صار انفصال المشيمة بوقت مبكر لها، وتشيك الوضع الصحي لها وطفلها بصورة دورية. خلال هاي الفترة، فترة الحمل، لازم كل الأمهات يتبعون هاي التعليمات ويتبعون أيضا تعليمات الطبيب. وممكن أكو هواي مواقع تنشر عن صحة الأم خلال فترة الحمل وصحة الجنين، ممكن تتابعها وتتعرف عليها وهي بمتناول الجميع. وإن شاء الله يا رب ما عندكم غير الصحة والعافية.